اوكي يا جماعة، صباح الخير. الساعة 4:38 دقيقة صباحا، وتوني صاحي، فاذا شفت وجهي مفقع فالعذر والسموحة. ولكن صفحة ذي صفحة مارفل انترتينمنت على اليوتيوب، فاتحها من امس وقاعد اضغط F5 كل شوية. طبعا ما كنت عارف انه الفيديو بينزل بعد 18 ساعة، قبل 18 ساعة، فكنت قاعد احدث كل شوية. بعدين ايش، واحد من الشباب قال لي ترى بينزل الفجر، فاريح دماغي. على كل حال يا جماعة، الفيديو نزل قبل 5 دقائق، مشاهداته 352,000. يا رب يا رب كل شيء كنا نتوقعه في فيلم سبايدر مان نو واي هوم يطلع او يعطونا تلميح عنه. So let's go let's go let's go let's go. Okay 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 okay. Ever since I got bit by that spider, I've only had 1 week where my life has felt normal. That was when you found out. Botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man. We started getting some visitors. From every universe. Hello, Peter. You're not Peter Parker. I'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. Wait, no, seriously, what's your actual name? There are others out there. We need to send them back. So, Scooby-Doo this crap. You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please. Please. Scooby-Doo this crap. You're flying out into the darkness to fight ghosts. What do you mean? They all die fighting Spider-Man. It's their fate. I'm sorry, kid. Yeah, me too. Don't. Look, there has to be another way. There isn't. They're a danger to our universe. You're not gonna take this away from me. Peter, you're struggling to have everything you want while the world tries to make you choose. This is all my fault. I can't save everyone. لا 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 يسووها. هاي What's happening? They're starting to come through and I can't stop them. December 17th exclusively at movie theaters. Tickets on sale November 29th. Spider Monday. طيب لا 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 يا جماعة، لا لحظة 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 لحظة. الموضوع يا جماعة شكله مختلف عن كل شيء كنا متوقعينه. والله شكله لا في لا توبي ماجواير ولا في اندرو ولا ام الصبيان، واضح انه ما في الا سبايدر مان واحد. وانا اقول لكم ليش، هذا اللي اكتشفته من التريلر. او ايوه مظبوط، جالس احاول احلل كذا تلقائيا معاكم. شوف، دكتور سترينج قال له هنا في مرحله ما انه في بوابات فتحت وفي ناس قاعدين يجون منها، واللي هم الاشرار اللي هو جرين جوبلين ودكتور اوكتوبوس وساند مان والكترو والشله ذوليك. لما وصلوا قاعدين يدوروا على سبايدر مان اللي في عالمهم، يعني لما وصل دكتور اوكتوبوس جلس يقول انت مو بيتر باركر حقي يا ابوي، مين انت؟ عارفين كانه يعني كذا غلطان بالنمره. يا اخي ما نعرف كيف اشرح لكم، دقيقه نشوفها مع بعض من جديد. الله يقلع ابليس، وانا كنت ابغى تيبي ماجواير وابغى اندرو على الاقل، بس خذنا فكره. I've only had 1 week where my life has felt normal. That was when you found out. When you botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man. شايفين؟
هنا دكتور سترينج يقول له انت تبغاني اسوي لك تعويذة علشان ينسون انك سبايدر مان يا حياتي يا دلوع، كأنه كذا يقول له العالم فيه مصايب اكبر وانت الحين جاي تقول لي يبغى الناس تنسى اني سبايدر مان، انت صح انت. وهنا وصلت ايش، وقعت الواقعة، واضح انه هنا صارت مصيبة. وزي ما قلت لكم احتمال انه يكون وقت تنفيذ التعويذة او ايا كانت النيلة المنية الذي حصل بالتزامن مع فتح بوابات العالم الموازي اللي حصلت في نهاية مسلسل لوكي، ووقعت واقعة الخطأ هذا على دكتور سترينج وتحمل اخطائها او تحمل نتائجها بتباكها. يقول له بدأوا يجيك زوار مخصوص عليك انت يا سبايدر مان يا بيتر باركر، اولهم جرين جوبلين وثانيهم من كل كون. بس ودي اعرف ايش قصة البدلة الفخمة ذي، دايم جاية كذا كأنها بدلة من واكاندا، ميبي من واكاندا، يمكن تكون من واكاندا، يمكن هو في واكاندا. ها؟ لا مو واكاندا، واكاندا ما فيها أبراج كهربا. وصل دكتور أكتوبوس هنا وشافه ببدلة سبايدر مان وقام قال له هالو بيتر، على أساس إنه هذه بدلة سبايدر مان، أنا عارفك أنت سبايدر مان اللي قاتلته في عالمي. وبعدين بعد ما خلص الفايت قال له ها أنت من بيتر باركر حقي، وين توبي ماجواير، ايش تصير انت، كيف ايش انا كيف جيت هنا انا ميت اصلا. ها I'm sorry what was your name again Dr. Otto Octavius Wait no seriously what's your actual name There are others out there we need to send them back. هنا في شيء غريب، في شيء غريب في البدله دي. اوكي شايفين الكترو ورا، بس ايش قصه البدله دي اللي فيها زي ال التقنيات اللي يستخدمها دكتور سترينج؟ ممكن دكتور سترينج زوده بشيء معين، او انه ذاك الصندوق اللي سرقه، بعدين بنشوف. You know all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself started. اها هنا تقول له المصايب ذي اللي صايره هنا ترى بسببك انت، فهو قاعد يقول لهم دكتور سترينج انه يلا خلونا نصلح المشاكل ذي اللي سويناها. المصيبه انه دكتور سترينج مو عاجبني هنا يا اخي، شخصيته بيض. لو فعلا بيقدموه بهذا الشكل انه كذا جاب العيد وقاعد يطارد لي ورا المراهقين ذول يحلوا مشاكل العالم، وهذه مصيبه والله مصيبه. انا احب دكتور سترينج بس لو بيسوي فيه ذي الحركه والله بزعل منه. شوف كيف you know all this is kind of your mess I know a couple of magic words myself starting with the word please please Scooby do this crap. شوف flying out into the darkness to fight ghosts. What do you mean? They all die fighting. شفتوا؟ قاعد يقول له دكتور سترينج they all die fighting Spider-Man. كل الأشرار اللي قاعد تشوفهم الحين اللي جوا من أكوان ثانية هم أموات أصلاً، وماتوا على يد مين؟ على Spider-Man بس نسخة ثانية، إما على يد أندرو غارفيلد أو على يد توبي ماجواير. ف والله شكله صدق، والله شكله لا توبي ماجواير ولا أندرو يا جماعة بس مجرد أشرار. Spider-Man. It's their fate. I'm sorry, kid. Yeah, me too. Don't. شوف. دكتور سترينج قاعد يشرح سبايدرمان لبيتر باركر انه يا ولد لازم تتقفل البوابات هذه، والناس ذولي واضح انه بيتر باركر كون يعني زي الصداقه او زي المعرفه والعلاقه بينه وبين دكتور اوكتوبوس بالتحديد، وكان قاعد يحاول يساعده او قاعد ما نعرف ايش اللي صار، بس واضح انه صار بينهم يعني تناغم عكس انه ايش بس يبغون يتضاربوا. والصندوق هذا حقين الكوميك عارفين ايش سالفه الصندوق هذا، انا ما نعرف لانه لما كنت جالس في الاجتماع مع عربيك مارفل قالوا لي انه الصندوق هذا له يعني تفسير ويعرفون ايش فائدته، بس انا ماني عارف صدقا. ولكن على ما يبدو انه له علاقه في اغلاق بوابات الاكوان الموازيه، او مو شرط الاكوان الموازيه، ربما انه قاعده تجيب ناس اموات، والله ماني عارف كيف اشرح لكم. بس كيف الاكوان الموازيه تفتح ويجون الاشرار بس هم اوريدي اموات بواسطه سبايدر مان ثانيين،
فهمتوا؟ فممكن هذه مش أكوان موازية بقدر ما هي بوابات أموات موازية. يا رب إنكم فاهميني. والله يا أخي قهروني قهروني. قلت أبغى تفهم يا حلو. هنا وصلوا ضغط عودة بالغلط. هنا وصلوا إلى مرحلة دكتور سترينج وبيتر باركر صاروا هم الأعداء. دكتور سترينج يبغى يسترجع الصندوق اللئيم هذا علشان ينهي هذه المزهلة أو زي المزهلة المهزلة أو على قولته سكوبي دو ذيس. وبيتر باركر قاعد يمنعه، لا أنا أبغاهم يظلوا موجودين وإني أبغى أساعدهم. فاضطر إنه يستخدم عليه تقنية ها اطلع يا وحش خلي عقلك الباطن يكلمني. وهي دكتور إيش؟ دكتور there has اوكي ها there isn't. حلو صرف انه ناداه باسم ثاني دكتور هارسل من اشقاء. خوينا هنا لحظة اشقاء they are dangers to our universe، خطيرين على عالمنا. واضح انه يب يب واضح انه وصلوا المرحلة دكتور سترينج وبيتر باركر. واضح وصلوا الى مرحلة انه بيتر باركر يبغى يظل او يبغى يخلي الشخصيات هذه موجودة لغرض ما، مش علشان يدمروا الكوكب، لغرض معين. ودكتور سترينج يقول له لا، هذول الاشباح او ذول الوحوش او ذول المخلوقات اللي جو او البشر ذول اللي من عالم ثاني او من كون ثاني لازم يروحوا من هنا لانهم خطر على كوكبنا. زبد. فهذا الصراع اللي بيكون، دكتور سترينج يبغى يقفل وبيطرد الوحوش ذولي، وبيتر باركر يبغى يظل او يخليهم يظلوا موجودين. You're not taking this away from me. وش هو؟ يقول له ما راح أخليك تأخذ هذا مني، تأخذ هذا الشعور أو يعني تحرمني من هذا الشيء. إيش هو؟ معقولة دكتور أوكتوبوس بيتضارب مع إلكترو أو إلكترو بيصير في صف بيتر باركر ويتضارب مع بيتر. You're struggling. هذا صوت جرين جوبلين اللي هو ويليام ديفو. اسمع الصوت مرة ثانية. واضح انه كمان حتى جرين جوبلين تبع اندرو غارفيلد. هذا جرين جوبلين تبع مين؟ تبع توبي ماجواير. وهذا هذا جرين جوبلين تبع اندرو غارفيلد. نايس. اها وهذا الليزرد السحلية، لمحته السحلية يا جماعة، سحلية ساندمان إلكترو، الثلاثة اتفقوا على انهم يقاتلوا maybe سبايدر مان ودكتور أكتوبوس. This is all my fault. I can't save everyone. حلو انا اتوقع انه خلاص واضح الصورة يا جماعة، ولا تتحمسوا للفيلم كثير. هنا إشارة للنفس المشهد اللي صار لأندرو غارفيلد مع إيما لما طاحت من فوق وللأسف لم يستطع إنقاذها. Yeah, that's it. وضحت الصورة خلاص. هنا شايفين ذا اللون البنفسجي؟ والله وضحت. دقيقة وضحت يا جماعة وضحت. خلوني ألخص لكم يعني اللي فهمته الحين، ركزوا معي. أول حاجة عندنا يا حبيبي دكتور سترينج وبيتر باركر اللي هو توم هولاند بيروح ايش يجلسوا مع بعض على اساس انه خلي العالم ينسوا ان انا بيتر باركر، انا ماني قادر اعيش حياتي، خصوصيتي فقدتها من ذا الكلام. دكتور سترينج طقطق عليه شويه قال له اوكي يلا خلينا نحذف لك الذكريات هذه. ليش؟ لماذا؟ ماني عارف. ولكن بطريقه ما اثناء تنفيذ هذه التعويذه حصلت فجوه وانفتحت بوابات، مش بوابات الاكوان الموازيه، لا بوابات عالم موازية، بس انهم ناس اموات، ناس ما لهم وجود حاليا، لانه دكتور سترينج قال له كل الشخصيات الشريرة اللي قاعد تشوفها هنا هم ناس تمت هزيمتهم او قتلهم بواسطة سبايدر مان اخر، اندرو غارفيلد او توبي ماجواير. حلو،
حلو. بطريقة ما دكتور أوكتوبوس كون بعد ما اكتشف انه توم هولاند مش توبي ماجواير، قال له انت مش بيتر باركر حقي بس انت سبايدر مان زيه. فبدأوا هنا يصير بينهم سواليف وكلام، ويمكن انهم يضطروا يساعدوا بعض في بشيء معين ماني عارف ايش هو. لانه بعد كذا دكتور سترينج لما حاول يقفل البوابات هذيك بالصندوق ذاك، بيتر باركر منعه، وبعد ما منعه صارت مضاربة او صارت يعني معركة ما بين دكتور سترينج وما بين سبايدر مان الى ان فقدت السيطرة او خرج الموضوع عن السيطرة. بعد كذا توم هولاند صحي على نفسه وصحي على روحه وقال خلاص This is all my fault. هنا قاعد يقول لها شوفوا This is all my fault. I can't save everyone. ما اقدر احمل الناس كلها وايا كان، بس لازم اقفل المشاكل اللي انا بدأتها. هنا بدأت تنتهي الإشكاليات اللي بين سبايدر مان ودكتور سترينج، وتوم هولاند قرر إنه إيش، خلاص أنا لازم أحل المشكلة اللي أنا تسببت فيها. ولكن ركزوا إيش اللي صار في النهاية. هنا اللون البنفسجي هذا يدلنا على مين؟ على خوينا كانغ. يب، على خوينا كانغ. الظاهر إنه في نهاية الفيلم بتنتهي الإشكاليات اللي بين دكتور سترينج، وراح يرجع الوحوش كل واحد إلى مكانه، أو الأشرار كل واحد يرجع إلى مقبرته أو إلى عالمه الميت أو الكون الموازي تبعه. ولكن هنا في نهاية الفيلم راح تبدأ إيش أحداث فيلم دكتور سترينج القادم، اللي بيكون داخل الأكوان الموازية فعليا. فهمتوا الفكرة؟ فهنا قاعد يقول إيش بيتر باركر، يسأله What's happening؟ They starting to come through. بدأوا يجون. مين هم؟ كانغ، اللي هم الشر الحقيقي. خلي دكتور أكتوبوس وجرين جوبلين الخرابيط ذولي، هنا الشر الحقيقي جاي، كانغ المدمر وشلته اللي هم كانغات كثير. But I can't stop them. بس هنا أنا ماني قادر أوقفهم. دكتور استناج متكي هنا فوق قاعد يقول أوكي كل شيء أنا كنت قادر عليه أولية، بسيط، أقدر أقفل، أقدر أسوي تعاويذ، بس ده لا لا لا، هذا موضوع خارج عن السيطرة، ما أقدر أوقفهم. واضح اللون البنفسجي حق كانغ. زبد، خذوا كلام، خذوا كلام، توبي ماجواير ما في، اندرو غارفيلد ما في، مع اني اتمنى انه كلام يطلع غلط ويطلعوا فيه، بس صدقوني بنسبة كبيرة ما هم فيه، واذا ظهروا قد يكونوا كذا يمكن فلاش باكات من داخل الشخصيات، لكن كوجود كذا واتحاد وثلاثة سبايدر مان وهيا نحرر العالم ما راح نجيب هذا المجال. اقول لكم من العين هذا الكلام اللي عندي، انتوا يا جماعة عاد قولوا اللي عندكم، ولكن انا اللي اتضح لي هذا الكلام صدقا يعني. فيا اعطيكم العافية جماعة المشاهدة، كنت متوقع ان يتحمس اكثر من كذا، مو معناته ان الفيلم بيكون سيء، بس انه صراحة زعلان انهم اظهروا دكتور سترينج بهذه الطريقة. يعني دكتور سترينج حكيم وقوي ويفكر ويعني يصاحب مسؤولية، يعني لما يقول لك انا راح اكون مسؤول عن ذا الشيء ما يلعب، عنده مسؤولية كبيرة في العالم وفي الوجود وفي الكون كله، فيحطوه هنا شوية يقعد يضرب لي مع مراهقين ويقعد يضيع وقت معاهم، صراحة الموضوع استفزني. بات سول جودمن، الامور طيبة يا جماعة. الله يعطيكم العافية على المشاهدة، كان معكم الوجيه، اشوفكم في الفيديو القادم.